من بعيد اهو، ده شارع بنك الاهلي بارادايس. من أعرق الأماكن الموجودة في السويس. أنا هأجل التعريف لغاية لما أقابل صاحب الكشك، وهو الكشك المجاور لشارع اللي جنب المسجد الشهداء. ودلوقتي نعرف حضرتك، أعرف حضرتك حسن محمد خير. حضرتك صاحب المكة كشك ده بتاع حماية اصلا، بتاع حماك. هو الكشك دوت من سنة 54 هو في المكان دوت. ايوه، حضر كل الاحداث اللي حصلت في عملية السويس، يعني ابرزها حرب العدوان الثلاثي سنة 56. ايوه، وابرز ما حاجة ان هو النكسة في 67. حضرت الحاج حافظ وهو بيقول على المأذنة الجهاد والكلام ده. تمام، حماية هو اللي حضر هنا، احنا كنا مهاجرين في مصر. حكى لك، قال لك ايه؟ حكى لي ان هو الجامع ده هو كان كل الفدائيين كانوا بيجوا في الجامع هنا، وكانت الحفظه خلاص هتسلم، وكان في انذار للجيش الاسرائيلي لما جه احتل السويس، فالحاج حافظ ما سلمش البلد، والبلد قوي. وقال في الميكروفون بتاع المسجد، لا استسلام للمدينه حتى. والله اكبر، حي على الجهاد، حي على الجهاد. الكشك ده ليه تاريخه وليه اصالته. تمام، الوالد الله يرحمه، حماية حماك قصدي، الله يرحمه. وانتوا كملتوا المسيره. بيحتوي على ايه الكشك؟ وبيحتوي ان هو احنا بنجيب الجرايد القوميه كلها، اللي هو الاهرام والاخبار والجمهوريه، الجرايد اليوميه كلها، وزائد الجرايد اللي هي الجرايد المعارضه، زائد الكتب المدرسيه بتاعت الطلبه، زائد المجلات العلميه والمجلات الثقافيه ومجلات الاطفال. كل الاصدارات اللي بتصدرها المؤسسات بيكون عندنا احنا بيها. يعني ليكم تاريخ الحمد لله كبير في هذا المجال. الحمد لله كبير جدا. وكان هنا في مراسلين، المراسل العسكري جمال الوطاني، كان في الكابتن غزالي والاستاذ محمد الراوي وعبد الرحمن الابنودي. يعني بيعتبر كل مش كشك ده منهل علمي ومكتبه علميه. ثقافي علميا وملتقى. الطاقة الأدباء والمثقفين كلهم كانوا بيجوا هنا في المكان دوت. بتتمنى ايه بالنسبة لأولادك، يحافظوا على المكان ده ولا ايه؟ يعني التراث دايما لازم نحافظ عليه، يعني أتمنى إن شاء الله كده الوقت يكملوا برضه المسيرة. ويبقى في تطوير يعني برضه أحسن من كده، يعني إن شاء الله. يعني أنتوا بتاخدوه كرمز؟ كرمز للبلد. للبلد، وتاريخ مشرف جنب مسجد الشهداء. هو ده كمان يعني معلم من معالم السويس، ان هو يعني الجرايد دلوقتي النهارده ما فيش حد بيبيع جرايد، انقرضت. الله ينور عليك. فاحنا عايزين نبقى محافظين على ثقافيه علميه في اعلام، ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. ربنا يسعدكم دايما ويكونوا ذخرا للسويس وتاريخ السويس وحافظه لتاريخ السويس. ان شاء الله. السلام عليكم. لسه محمد.